السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم وطابت أحوالكم. لا يزال حديثنا متواصل حول بعض ذكر بعض آداب ومستحبات القبور وزيارة المقابر. وكان الحديث في الأسبوع الماضي عما يتعلق بشأن القبر والمستحبات التي تجرى على القبر. من الآداب التي وردت بحسب ما وردت الروايات عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث نصوا على بعض المستحبات وبعض المكروهات المتعلقة بشكل ومظهر القبر، كيف يكون شكل القبر ومظهر القبر. سأذكر لكم بعض ما ورد. مما ورد قالوا أنه يستحب أن يكون شكل القبر مربعاً له زوايا أربع. مقصود بالمربع يعني ليس دائري وليس مثلث، وإنما يكون بالشكل المستطيل له أربع زوايا، فلا يكون بغير ذلك. ويستحب أن يكون مسطح مستوي الأرضية، ويكره أن يكون مسنم التسنيم، وهو أن يكون على شكل هرمي أو شكل سنام البعير، هذا مكروه عند أهل البيت عليهم السلام، خلافاً لرأي بعض المذاهب الإسلامية أن التسنيم هو المستحب. أما ما ورد عن أهل البيت أن التسنيم مكروه ويستحب أن يكون مستوي السطح. أيضاً من الروايات الواردة أن يرفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابر من فرجات، يعني ما يقارب 15 سنتيمتر تقريباً، أن يرفع، لا أن يكون مساوي للأرض تماماً، بل يرفع بهذا المقدار الذي يكون. وطبعاً هذا المقدار الذي ذكر أيضاً ذكر الفقهاء أنه يكره أن يكون أرفع من ذلك، يعني يكره أن ترفع القبر بأكثر من هذا المقدار أو ما يقارب منه، فإن هذا قد ورد النص عليه. أيضاً من المستحبات الواردة هو وضع الشاهد والعلامة على القبر، وقد رويت روايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مات عثمان بن مضعون وهو أخو رسول الله من الرضاعة وضع حجراً وعلامة على قبره، قال ليعرف فيزار. إذن وضع العلامة على القبر من المستحبات. وكذلك أيضاً يستحب أن يكتب على خشبة أو على لوح اسم الميت، اسم الميت، ويوضع أيضاً على القبر. إذن كتابة اسم الميت من المستحبات الواردة، وقد فعل ذلك إمامنا الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما توفيت إحدى بناته، أنه أمر بأن يوضع عليها حجر ولوح وأن يكتب اسمها على قبرها. إذن هذه من الأمور المستحبة. أما من الأمور المكروهة فقد روي أنه يكره تجصيص وترخيم باطن القبر. أكو بعض الآن طلعت بعض الظواهر أنهم يبنون داخل القبر اللي يصونه، وبعضهم يحط رخام أو غير، هذا عمل مكروه إلا إذا كانت الأرض ندية يعني رطبة، مثل بعض المناطق ربما تكون قريبة من البحر فينبع الماء، نعم هنا لا مانع من
ذلك، يعني تجصيصها وأيضا تغطيتها بالرخام أو بسمنت أو غيره. أما في الحالات العادية يكون ذلك مكروها. أما تغطية القبر، ظاهر القبر ليس باطنا، ظاهر القبر بالرخام أو الحجر أو الإسمنت، هذا لا مانع من، بل قد روي أن الإمام الكاظم عليه السلام في نفس الرواية السابقة أنه أمر بتجصيص قبر ابنته، أي أن يبنى عليها بالجص، فاستفاد من ذلك جواز التجصيص الظاهري وتكسية القبر من الظاهر خلافا لتكسيته من الداخل. أيضا من المكروهات يكره سد القبر بتراب جديد، كما يعمله بعض الأشخاص أن يأتي بتراب آخر غير تراب القبر، لا يكره. ولهذا بعض المقابر عندما تحفر القبر مسبقا تجعل التراب محل مكان القبر، حتى عندما يدفن فيه الميت يرجع نفس التراب، فإنه يكره أن يسد بتراب آخر غير ترابه هذا المقام. هذا من المكروهات. أيضا هناك تنبيهات نريد أن نشير إليها. أول تنبيه هو أهمية مراعاة هذه الآداب، يعني وعدم المبالغة في التعامل خصوصا في رفع القبر. رفع القبر أكثر من الأمور المستحبة قد لا يكون هذا فيه مصلحة. نعم قد استثنى العلماء بالنسبة لقبور الأنبياء، قبور الأولياء المعصومين، قبور الصالحين المعروفين، قبور مثل العلماء حتى يكون لهم علامة وشاهد معين. أما سائر القبور ينبغي أن لا يكون ارتفاع القبر أكثر من هذا المقدار الشرعي، فما نجده من بعض القبور التي يبالغ في رفعها هذا خارج عن مستحبات وآداب القبر. الأمر الثاني أن لا يكون أيضاً القبر مساحته أكثر من المتعارف عليها. ما هي المساحة المتعارف عليها؟ مثلاً طولاً وعرضاً هذه المساحة يقتصر عليها، أما أن يتوسع في بناء القبر أكثر من اللازم هذا لا ينبغي، بل قد يكون فيه إشكال إذا كانت المقبرة وقفاً. هناك بعض المقابر تعتبر موقوفة وموقوفة للدفن المتعارف، فلا يجوز شرعاً أن يتخذ الشخص قبراً لقريب أو غيره أكثر من المتعارف، فضلاً أن يعمل شيء غير متعارف. يعني شفني في بعض المقابر واحد مثلاً قدمه قطعت قدمه فدفنه، طبعاً يجب دفن العضو، دفنه قبر هذا العضو أكبر من قبر الإنسان العادي، كأنما قبر كامل وهو كله شنو؟ قدم مقطوعة دفنت. هذا نوع من المبالغة ما ينبغي أن تكون. كذلك أيضاً في تضخيم القبر أكثر من اللازم، إلا كما قلت العلماء والصلحاء والأنبياء والأولياء هذا شيء، أما غير فينبغي أن لا يكون له أكثر من المتعارف. أيضاً من التنبيهات أن نجد أن البعض يعمل جلسات إضافية، يأخذ مساحة كبيرة ويستغلها في جعل كراسي وجلسات وقعدات، هذا أيضاً كما قلنا تنافي فعلاً ما يكون عليه الوقت إذا كانت المقفرة، وأيضاً هنا يزاحم حق الآخرين، فعليه لا بد لنا أن نراعي هذه الآداب. والتوصية الأخيرة، نحن ندعو فعلاً إلى أن تكون مقابرنا منظمة، يعني شكلها نظامي، أن لا تكون عشوائية. حتى الآن في الحفر والبناء وغيره، لو كان فعلاً الحفر والدفن في أماكن منتظمة ومرتبة ومنظمة تكون أفضل كشكل ومظهر، وأيضاً كالاستفادة من مساحة المقبرة. أما الدفن العشوائي هذا مظهره غير جيد، مضافاً إلى أن التنظيم يسهل على الآخر أن يتعرف على القبور التي يريد أن
يزورها بدل أن تكون عشوائية مبعثرة. هناك الآن محاولات لتنظيم القبور، ترقيم القبور، تسمية القبور، جعلها كمربعات، فهذا يكون أفضل. لهذا نود فعلا أن يتعاون المؤمنون بتطبيق هذه الحالة النظامية، وأن لا يصروا على أن يدفن في مكان معين. على كل حال هذا ما نرجوه فعلا وأن يتحقق.